صور تعكس الدفء رغم البرد والثلج الذي اختلط مع فستان العروس في أجواء عاطفية مميزة يملأها الحب والرومانسية. أوكي مسار يلا يلا عيدا. حبينا بهذا اليوم المميز نجي أكثر مكان مميز بأربيل. حبينا فكرة التلج أنه نلبس أبيض لأنه التلج والأبيض هو أحلى لون يعني. لا هو شعور كتير حلو. أنا بالنسبة لي اللون الأبيض هو شيء كتير مميز، فإني أنا أعمل فستاني أبيض ويكون بمكان كله أبيض فهو شيء كتير كتير حلو يعني. وأنا جديدة بأربيل كمان. ردة فعل العالم كتير بتضحك إنه مجانين جايين تتصوروا بالبرد. فهيك حبينا الجن والورج العالم جنوننا. السد ما بردانة؟ لا أبدا. في دفى الحب دفى الحب. بسبب تساقط الثلج عليه بكثرة وسهولة الصعود إليه اكتظ جبل كورك المغطى بالثلج بالسياح. السياح جاءوا من أماكن مختلفة في العالم لرؤية جمال جبل كورك السياحي، فالبعض منهم صعدوا إلى قمته عبر ناقلة تلفريك، والبعض الآخر في انتظارها لكي تنقلهم إلى هذا المكان للاستمتاع بالثلج المتساقط هنا بكثرة. منذ يوم أمس لحد هسه أكثر من 4000 سائح وزائر جاي لجبل كورك السياحي. مجموعة من السياح يلتقطون الصور وآخرون يلعبون بكرات الثلج والأطفال مستمتعون بالتزحلق على الثلج، فالسعادة غمرت الكل وغمرت المكان. I'm from Sweden. أنا أتيت من السويد واليوم سأبقى هنا. المكان جميل جدا وأشعر بسعادة كبيرة. أجواء حلوة والله، دبشات والناس فرحانة والجو كلش حلو اليوم. جبل كورك في رواندس بمحافظة أربيل هو المكان الوحيد في العراق وإقليم كردستان الذي يستقطب السياح في موسم تساقط الثلوج، وتوافد أعداد كبيرة من السياح إليه أدى إلى انتعاش السياحة الشتوية في إقليم كردستان بشكل عام ومدينة رواندس بشكل خاص. رايبر عبد الغفار، زاغروس تي في، رواندس.